السلطات الإقليمية في شيشة وكتقوم بمجهودات كبيرة باش تعاود تأهيل الطرق للتضررات من زلزال 8 شتنبر 2023 وبالأخص المناطق الجبلية. عملية غادي تسهل الطريق على الساكنة باش توصل للمواد الغذائية والمواد البناء باش تكمل عملية إعادة الإعمار. هناك مجهودات حثيثة على مستوى إقليم برئاسة تحت إشراف السيد عامل إقليم شيشاوة أن هذه العملية ستتم إن شاء الله في الوقت المحدد لها وحسب الأهداف المرسولة. تعبئة السلطات الإقليمية مكنات من تحسين ظروف حركة السير والتنقل وتعزيز البنية التحتية الطرقية اللي كتربط الجماعات والدواوير التابعة للإقليم وغادي تمكن السكان من استئناف أنشطتهم. الطرق كما كتشوفوها الحمد لله هي فيها الأشغال، والحمد لله المنطقة هذه شهدت بزاف من النتائج الإيجابية استفدنا منها. الطريق الحمد لله بدا فيه الأشغال، الحمد لله راه كانت شوية دايرة يعني مضيقة شي شوية، ودابا الحمد لله راه بدا فيه الأشغال الحمد لله. الطريق الحمد لله خدامة، الله يجزيهم بخير، الشراكة الله يرحم سيدنا، الله ينزل سيدنا. هاد شبكة الطرق اللي كيتم الإنشاء ديالها غادي تساهم في تسهيل المهام اليومية للساكنة اللي كتستافد من جميع برامج الخاصة بإعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد زلزال 8 شتنبر الماضي. جهود كبيرة كتبذل في المناطق اللي تضررت من زلزال 8 شتنبر 2023 باش تلبي حاجيات السكان وتمكنهم باش يرجعوا للحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن. أشغال إعادة الإعمار شملت حتى المدارس باش التلاميذ يرجعوا للدراسة ديالهم في ظروف مزيانة. هذه المؤسسة التي تدخل ضمن قائمة المؤسسات التي استفادت من عمليات التأهيل في إطار برنامج الوزارة المذكور، وستكون جاهزة إن شاء الله لاستقبال التلاميذ أثناء الدخول المدرسي الحالي ل 2024-2025. مدرسة بولخلاص وحدة من بين المدارس اللي كملت أشغال إعادة الترميم ديالها، وغادي يلتحق بها أكثر من 85 تلميذ موزعين على التعليم الأولي والابتدائي. الحمد لله كاين تغيير من بعد مورا زلزال، راه كاين تغيير ديال الصباغة وديال الزريدة الزيتون، هذا كاين تغيير بزاف بزاف الحمد لله. من بعد الزلزال جاو الناس اللي متكلفين بسميتو قيموا الأضرار اللي تصبت بها هذه المدرسة هذه، ووعدونا باللي غادي يرجعوا في شهر 7 شهر 6، والحمد لله وفوا بالوعد ديالهم. السلطات الإقليمية والجهات المعنية كتسهر على تسريع إعادة البناء وتجديد المدارس اللي تضررت من الزلزال بمنازل كتقاوم الزلزال وفي احترام تام الخصائص التراثية ديال المناطق.